في هذا الفيديو سأشرح لكم كيفية حذف سجل المشاهدات في بينترست أو في بينترست. طبعا العديد منا لا يعرف كيفية حذف سجل المشاهدة أو سجل المشاهدة لديه كبير جدا ويريد حذفه لكي لا يراه أي شخص آخر، فلا يستطيع ذلك. في هذا الفيديو سأعرفكم على الطريقة. ما الذي سنقوم به إخواني؟ نذهب إلى تطبيق بينترست ونقوم بفتحه بهذا الشكل. بعد أن نفتح تطبيق بينترست، كما قلنا نفتح تطبيق بينترست، وبعدها مثلا نشاهد بعض الأمور يعني في بينترست. مثلا أشاهد هذه الفيديوهات وهذه الصور، مثلا أنا أشاهد هذه الفيديوهات وهذه الصور أيضا، مثلا أنا أشاهد هذا الفيديو أو هذه الصور، لاحظوا مثلا شاهدت هذه الصور كلها. لاحظوا أنها ستظهر في هذا المكان، يعني لو ذهبنا إلى البحث ستظهر لك المنشورات التي بحثت أو رأيتها، ستجدها في هذا المكان. الآن أريد أن أقوم بحذفها، سجل المشاهدة أريد أن أقوم بحذفه. أخرج من هذا المكان وأعود إلى تطبيق بينترست، أنقر عليه نقرة مطولة، ثم أنقر على معلومات التطبيق، ثم هنا في الأسفل أذهب إلى طبعا استخدام مساحة التخزين، ثم أنقر على مساحة التخزين المؤقت وأيضا مسح البيانات بهذا الشكل، وأخرج من هذا المكان وأعود إلى التطبيق وأقوم بفتحه. كما تلاحظون هنا يطلب مني تسجيل الدخول بعد أن أفتح الحساب. أقوم بالنقر على تسجيل المتابعة باستخدام جوجل، ثم أختار حساب جيميل، ثم أنقر على الموافقة والمشاركة. وبعدها لاحظوا لو ذهبنا إلى الحساب هنا لن تظهر معنا طبعا المنشورات أو ما قمت بمشاهدته في طبعا بينترست. لو ذهبنا إلى البحث هنا أيضا لن تظهر طبعا هنا كما تلاحظون. إذن هذه يا إخواني كيفية حذف سجل المشاهدة في بينترست. أتمنى أن تكون طريقة مفهومة الشرح. أيضا أشكركم على المشاهدة وإلى اللقاء.